بجهود تطوعية، نظم عدد من الفرق التطوعية والمنظمات حفلا للأيتام في مدينة الموصل. شمل أيتام داري الزهور والبراعم من كلا الجنسين من أجل إسعاد الأطفال واكتشاف مواهبهم. عروض لمسرح الدمى كانت، وعروض للرسم، كيفية رسم المنطقة القديمة والمنطقة التراثية طبعا، وكانت عروض لمسرح الدمى يعني عروض هاتفة حتى يتنوه خطية الطفل العايش بالدار. وكان أهميتنا أن نزرع الفرحة عند هؤلاء الأيتام. تمام، يعني سبحان الله احنا قدرنا شيء بسيط نقدمه لهم، ونحاول أن نقدم لهم شيء بعد، والتفاتة حلوة طبعا. ونشكر مدير الدار والمساعدين هنا واللي حضروا معنا طبعا مع عدة منظمات، وجزيل الشكر. هذا وشارك بالعمل عدد من الفنانين بالموصل عبر تقديم أعمال فنية ومسرحية وتشكيلية ومسرح الدمى وألعاب الخفة. نفرح هاي الأطفال من الرسامين من الحلاقين، يجون اليوم هنا يعني الأطفال يتمتعون ويانا. عندنا من الفقرات العاب الخفة وفرقة الدمى. نشاطنا كان بالتعاون مع عدة فرق تطوعية هي اللي فرحت هذه الأيتام ودمج الأيتام مع الواقع اللي بالموصل ومع الشعب الموصلي. فاليوم الأيتام هو واقع حال الكل، فيجب على الكل وكل الدوائر أن تدعم هذه الفئة. من جهتها ثمنت إدارة دور الأيتام دور المنظمات والفرق التطوعية التي لها دور كبير في الاهتمام بشريحة الأيتام. عندنا احتفالية وزيارة من قبل جروب من المتطوعين والفرق التطوعية في محافظة نينوى لدعم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منها دار المسنين ودار البنين، دار البراعم للبنين، وكذلك دار الزهور للبنات. كانت احتفالية جميلة قدم فيها الجروب التطوعي نشاط جميل مسرحي وكذلك أغاني، وأدخلوا الفرحة وأسئلة وأجوا أدخلوا الفرحة على قلوب الأطفال في دار البراعم للزهور وكذلك دار البراعم للبنين وكذلك دار البراعم للزهور، وزاروا دار العجزة. نشكر تواصلهم معنا، ونتمنى من منظمات المجتمع العربي وفرق التطوعية زيارة دائما بالتواصل مع قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ختام هذا الحفل وزعت الهدايا على جميع الأيتام. مثنى النهار، إزيد 24، الموصل.